مرحبا، اليوم راح أحكي عن ترقيم السلايدز بفوتر والديت أند تايم بباوربوينت. سلايد نمبر أو ترقيم السلايدز هو أساسي بباوربوينت. كل سلايد في المحتوى تبعه ورقمه مفروض مبينين للأوديونس. ففي حال حدا بده يسأل سؤال بيقول لي بالسلايد الرقم هيك حكيت عن هالشغلة، بقدر روح عليه دغري وجاوبه على السؤال البدوي. ترقم السلايدز، بروح على Insert وبختار Slide Number. يفتح لي هيدي الويندو، نبش على كلمة Slide Number وبعمل Check بالCheck Box. بالPreview ببين عندي Box لونه أسود بالزاوية على اليمين من تحت، فيقول لي إنه بهيدا المكان أنا رح ضيف رقم السلايد. في حال بدي ضيف الديت، بروح على date and time وبعمل check عليها. لاحظوا بالبريفيو ميلة الشمال بالزاوية من تحت حط لي box سوداء، هيقول لي هون حيكون المكان حينضاف الديت. الديت فيها تتعدل automatically حسب يوم العرض، ساعتها بقول له update automatically، أو فيني اختارها fixed وحدد أنا date بديه. في حال أنا بدي footer، بعمل check على الفوتر ولاحظوا إنه بحط لي البوكس اللي بالنص صارت سوداء، تقول لي إنه بهيدا المكان رح ضيف الفوتر. الفوتر هو شغلة بكتبها مرة واحدة وبضيف لي إياها على كل السلايد. أنا رح أكتب footer Lebanese University. في حال أنا بدي السلايد نمبر والفوتر عملت لهم تشيك يبينوا على كل السلايدز ما عدا التايتل سلايد، عادة بيكون أول سلايد اللي بحط فيه عنوان الباوربوينت، قل لهم don't show on title slide. بالآخر في عندي احتمالين، apply بحط لي الفوتر والسلايد نمبر بس على السلايد اللي عملت له سيلكت اللي هون سلايد نمبر 2، apply to all بحط لي اياهم على كل السلايدز ما عدا تايتل سلايد لانه انا عملت له تشيك. رح اقول له apply to all ورح نلاحظ انه باول سلايد اللي هو تايتل سلايد ما في عليه لا فوتر ولا سلايد نمبر، بينما بباقي السلايد عم ببين الفوتر والسلايد نمبر. Thank you.